كطير مكسور الجناح شده شوقه للتحليق، تدفع روح الطفولة التي تحملها أبرار أن تلعب وتقفز متناسية أنها بقدم واحدة فتتعثر، لتعود وتقف مجددا بعزيمة وابتسامة كانت قد فقدتها مع قدمها. أبرار التي أصيبت أثناء لعبها أمام منزلها في حي النسيرية بمدينة تعز بقذيفة بترت على إثرها قدمها من فوق الركبة، عانت بسببها حالة نفسية سيئة، لكنها وبعد أن التحقت بمركز الأطراف الصناعية وتلقت تمارين في قسم العلاج الطبيعي استطاعت تجاوزها واستعادت الأمل والثقة. الأطباء المشرفون على علاجها يقولون أن أبرار ما تزال بحاجة لما هو أكثر من تدريبات التوازن وتمارين تقوية العضلات، وحتى تكتمل فرحتها فإنها تحتاج إلى المساعدة في الحصول على طرف صناعي أكثر فاعلية من الطرف المصنوع بشكل بدائي لا يلبي احتياجاتها، خصوصا أنه سيرافقها مدى الحياة.